المشكل عندي هي العمارة اللي تنسكن فيها في شارع بوردو، إقامة السلام 256 الطبقة الأولى. السيد تيبيع السيارات قام بإزالة السواري والدعامات، حيدهم كاملين، خلى العمارة خاوية. هبطت عدو لتحت قلت له هادشي راه ما كاينش في القانون اللي كدير، قال لي غادي نخرجك على طوالك. صافي توجهت للمقاطعة، جبت القيد، جبت رئيس الدائرة، مشيت للعمالة، جبت رئيس السكنة والتعمير، جبت رئيس هذا رئيس السكنة والتعمير واللجنة التقنية، طلعت عند الكاتب العام، خرجوا معايا، جاوا ما داروا لي حتى حاجة، ما عطاوني لا معاينة لا تقرير. الغد صافي توجهت للمحكمة، جبت مفوض قضائي، عطاني التقرير ديالو، التقرير ديال المفوض القضائي درت به خبرة. شنو كان في التقرير؟ خديت المحامي. شنو كان في التقرير؟ التقرير عطاني بأن شاهدت وعاينت الساريتين الكبيرتين سقطوا، محيدين كاع السواري، هاد السواري كاينين الوسط. راه فاش خرجت للمحكمة وريت لهم البلاصة ديال السواري، السيدة الرئيسة والخبير والخبرة العمومية راهم طلعوا وحيدوا داك الضوء اللي كان داير، وشافوا السواري بالكونتر بلاكي وبالبابي الومنيوم سادهم مخبعهم. قالوا ليش هاد الشيء اللي درتي؟ بقاو عاد يشوفوا في بعضياتهم، عرفوا بان السواري كاملين تيديروا لابارات تتغوت بان هاد البلاصه راه سواريها محيدين. دازوا لاكاف تقريبا شي خمسه السوايع جلسوا عندي المعاينة ديال المحكمة، ودرت الخبرة العمومية وحكمت لي المحكمة الابتدائية. هو كذب عليا، قال لهم تنسلم 70 مليون، فاش قبات عليا القناة الهوائية وسقفت عليا الكوزينة، ما خلاتني لا نبيع لا نشري. السيمانة الأولى حط عليا باطل. أنا أشنو درت؟ جبت السيد اللي باع لي أستاذ محامي كبير، والجيران شهدوا لي بأنني ما قمت حتى بشي إصلاح، والكوزينة من 83، السيد اللي باع لي في 95 شهد بأن الكوزينة وطواليط ولاكور ما فيه لا قناة هوائية لا والو، كيتوجد فيه طواليط وفيه الكوزينة، شراها هكذاك من 95، والكوزينة مبنية من 83. عندي دابا الشهود، عندي كل شيء. المهم حكمت لي المحكمة ديال الاستئناف، شي تعويضات، تعويضات من اللي جبت درت الدوفي، طلب مني طلب لي 160 مليون باش تصلح وتخرجي، قال لي عام ما تبقيش ساكنة، ربما غادي يطيح لك، ربما غادي يطيح لك، غادي يطيح العمارة، لأن أنا ما فيها لا دعامات لا سواري لا والو. دابا كنطلب نداء لسيدنا الله ينصره، الوزير الداخلية، الوزير العدل، النيابة العامة ديال السلطات القضائية، رئيس النيابة العامة، الناس المختصين اللي عندنا في أنفا، الناس ديال الرباط، باش يتداخلوا ويعالجوا هذا المشكل. إلا فيه ما يتعالجش، لا فيه ما يتعالجش يعطيني التعويضات ديال البرطمة ديالي، ودبر راسه مع الجيران، لأن الجيران ما وقفوش، الجيران دابا واقفين معاه، عطاهم سيارات وتيتقدى ليهم. السنديك نايضلية شحال هذا من عام، سدوا عليا الاسانسور، سدوا عليا داروا الصقور ديولي باش يخويو عليا المواد الكيماوية، راه الكوزينة نزلات نصها طاح ونصها باقي، باش يديروا لي هذا الشيء باش انا نوض نخرج. انا راه ما خارجاش، واخا طيح العمارة لن يصيبنا الا ما قد كتب الله لنا. انا جالسة في داري وانا تلقى نداء، إلا تسرقت داري وإلا تعرضت لشي حاجة خايبة الهدم راه غادي تهدم، لأن راه عندي التقارير ديال المحكمة، العمارة غادي تطيح. وهاد الناس ساكتين، لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. المطلب الأول والآخر، المطلب الأول والآخر باش يتداخلوا عافاكم. أجيت بغيت الناس المختصين في عمالة أنفا باش يجيو يشوفوا الأسانسور مسدود، علاش؟ مخلصاهم وعندهم 120 مليون ديال الريزو، علاش نخلصوا؟ دابا الله يجازيكم بخير، انا ما سانياش على السنديك، السنديك خايب،
مسرق لي الضو، دير لي الكاميرات في الانترفون، دير لي الكاميرات في الدار كامل هو وولده، ما تيخليونيش نعس نبات عاد الجيران، وعندي شهود. دابا بغيت التدخل السريع، الله يجازيكم بخير، اللي كيسمع واللي كيشاهد هذا الفيديو يبارطاجيه مع الناس، وشي ناس تكون في قلبهم الرحمه ويجيو في عين المكان يشوفوا اشنو داروا لي لداري كامله، حرقوها العافيه شعلوها فيا ولد الجيران ومحرشوا السانديك وولده. الكلمه الاخرى انا تلقاها لسيدنا الله ينصره، الله ينصر سيدنا باش يشوف فيا بعين الرحمه ويجي يشوف هاد البارت هاد العماره اللي غادي تطيح غير هكاك، وعنده نفوذ الله اللي غادي يقد عليه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.